السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة النهاردة احنا طبعا ما زلنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا الجنة، وبيوصف لنا ايه اللي بيحصل في الجنة بين اهل الجنة، وبيوصف لنا ذكريات وامنيات اهل الجنة. في حلقة النهاردة هيكلمنا النبي عن امنيات اهل الجنة بيتمنوا ايه، والذكريات اللي دارت بين اهل الجنة هم قاعدين ومتكئين على الارائك في الجنة. كان حضرتك كده واحنا قاعدين كده مثلا في حديقة جميلة زي كده وحوالينا المية الحلوة دي، وقاعدين بنتكلم مع بعض ويقولك فاكر فلان يوم كذا ويوم كذا لما كنا في المكان الفلاني وعملنا كذا وقلنا كذا. ذكريات، عمال بتفتكر ذكرياتك الحلوة الجميلة، ودايما الإنسان بيحب يفتكر الذكريات الحلوة سبحان الله. وحتى لو افتكر ذكرى وحشة بيفتكر الذكرى الوحشة ديت لأن ربنا فرج عنه الهم دوت، فبيفتكر إزاي ربنا فرج همه، وبتكون حاجة جميلة أوي إن يفتكر نعمة ربنا عليه سبحانه وتعالى. في الدنيا يا جماعة ياما ناس كان ليها أمنيات كتيرة جدا، في ناس اتحققت بعض أمنياتها والبعض الباقي لسه ما اتحققش، وفي ناس ما اتحققلهاش ولا أمنية، وفي ناس كانت فاهمة المسألة صح. عارفين إن الإنسان له ثلاث مقامات مع الدعاء، في إنسان بيدعو فربنا بيستجيب دعاءه في الدنيا، وإنسان تاني بيدعو وربنا سبحانه وتعالى بيخلي الدعاء ده يكون سبب لمنع مصيبة كانت نازلة عليه، اللي هو لما النبي عليه السلام قال الدعاء والقضاء يعتلجان يعني يتصارعان إلى يوم القيامة. في مصيبة نازلة على إنسان في نفس اللحظة كان بيدعو، يوم الدعاء ياخد المصيبة ويصعد بها إلى السماء وما تنزلش المصيبة عليه تاني بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي نوع ثالث اللي هو إن إنسان يدعو وربنا يختزله ويبقيله هذا الدعاء، الإجابة يعني بتاعت الدعاء ليوم القيامة يفرج بيها عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك الإنسان لما يجي يوم القيامة ويقف بين يدين ربنا سبحانه وتعالى وربنا يذكره يقول له قد دعوتني في يوم كذا وكذا فتعجلت دعوتك يعني استجبتها لك، أيوة يا رب فاكر، والدعوة الثانية أنا رفعت بها عنك مصيبة، والدعوة الثالثة أنا اختزلتها لك عند اليوم القيامة عشان أفرج بيها كربة من كرب يوم القيامة عنك. كان العبد في الوقت ده كان يتمنى ان ربنا ما يكونش استجاب له ولا دعاء في الدنيا ويكون اختزل له كل دوت عشان يفرج عنه كرب وهموم يوم القيامة. وهو ده العبد اللي فاهم يعني معنى العبودية صح، وفاهم ان الدعاء مش لازم يكون يعني مستجاب او مش مستجاب، ما دمت انت بتاكل حلال وما دمت انت عندك اخلاص نية وما دام عندك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حسن ظن بالله وبتدعو، خلاص يقينا ان شاء الله ربنا هيستجيب لك، اما انه يستجيب لك في الحال او انه يرفع بها مصيبة او انه يختزل لك هذا الدعاء او هذه الاجابة ليوم القيامة. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فثم الاجابة. ما دمت ربنا وفقني ان انا اقعد وادعو يبقى اكيد ربنا هيستجيب لي، وده حسن ظن من العبد بربه سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان كانت في امنيات كتيره اول حضرتك، فاكر حضرتك ياما تمنيت اشياء، احيانا الاشياء ديت كان فيها خير ليك ومنفعه، واحيانا يكون الامنيه فيها هلاك الانسان. يعني مثلا ممكن انسان يتمنى حاجه معينه ان ربنا يرزقه بحاجه معينه، الحاجه دي لو ربنا اداها له هيكون ضياع هذا العبد في الدنيا وفي الاخره. فربنا سبحانه وتعالى من خوفه على العبد بيحميه من انه يستجيب للدعاء ده علشان يرحمه يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم النهاردة عن أمنيات أهل الجنة وذكريات أهل الجنة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيذكر من بعض الأمنيات العجيبة جدا لأهل الجنة، لأن في الجنة لك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، اللي انت عايزه اللي بتتمناه في الدنيا ممكن تتمنى وقد يستجاب وقد لا يستجاب، وممكن يتحقق أو ما يتحققش، إنما في الآخرة يقينا كل اللي هتتمناه حاضر بين إيديك، وكل اللي هتطلبه من ربنا مجاب في التو واللحظة، لأن أنت في الجنة خلاص كل المتع مباحة ليك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا كما في الحديث الذي رواه البخاري، وهو قاعد النبي عليه الصلاة والسلام وسط الصحابة وكان من ضمنهم واحد من أهل البادية،
رجل بدوي قاعد مع النبي عليه السلام، فالنبي بيخبر ان في عبد يوم القيامه في الجنه هيطلب من ربنا ان ربنا ييسر له انه يزرع في الجنه، فيطلب من ربنا يشتهي ان يزرع، استاذن ربه في الزرع، قال له يا رب اذن ان انا عايز ازرع حاجه في الجنه، فربنا سبحانه وتعالى بيتعجب من العبد ده، قال الست فيما شئت، يعني انت عايز ايه في الجنه اكتر من كده، ما الجنه مزروعه ومليانه خضره وانهار تحت رجليك واللي انت عايزه كله موجود، عايز تزرع؟ قال له يا رب احب الزرع، انا يعني ايه مزاج ان انا نفسي ازرع، فقال لك ما شئت. فالرجل ده يضع البذره في الجنه، ويكون البذره دي في نفس اللحظه اللي يحطها في ارض الجنه هتنبت البذره في التو واللحظه حتى تصير زرعه او شجره في حجم الجبل. تعالوا اقرا لكم نص الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع فقال جل وعلا ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب الزرع. فبادر الطرف نباته واستواء واستحصاده فكان أمثال الجبال. الله، حط الزرعة طلعت بقت قد الجبل في نفس اللحظة، لا حط بقى كيماوي ولا رش محمد طه ولا مش عارف عمل ايه، واخد بالك، ولا مبيدات ولا مش عارف ايه ولا حاجات ربنا يعافينا عافيك، يعني انت شايف النهارده الاكل عامل ازاي، لا ده ما شاء الله حط البذره طلعت بقت عامله زي الجبل، الزرع في نفس اللحظه. فقال جل وعلا دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء، يعني انت رغم كل اللي في الجنه ما فيش حاجه يعني مالي عنيك، دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فقال الاعرابي اللي كان جالس مع النبي والله يا رسول الله لا تجد هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا أصحاب زرع. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، بيقول له يا رسول الله أكيد الرجل اللي في الجنة ده اللي طلب الزرع أكيد واحد يا من قريش يا من الأنصار، لأن هم دول بتوع الزرع، أما احنا بتوع بادية بتوع غنم، ملناش بعض ملناش إيه في موضوع الزرع. سبحان الله، فدي كانت أمنية من أمنيات رجل من أهل الجنة. أمنية تانية عجيبة جدا، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. في الدنيا في ناس يا رب يعني يا رب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يعوضهم ويرزقهم يا رب بأولاد صالحين يا رب العالمين، يقول لي ادعي لي نفسي ربنا يكرمني بولد أو ببنت، نفسي ربنا يرزقني بذرية صالحة، هو ما خلفش بقاله 10-15 سنة، واحنا دايما بنقول له في الدنيا بنقول له كتر من الاستغفار، لأن الاستغفار من أعظم أسباب الرزق بالذرية. قال جل وعلا حاكيا على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى من أعظم أسباب الرزق بالأولاد الاستغفار. طيب خد بالأسباب وعاش في الدنيا وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الرجل لم يرزق بالولد، تمر الايام ويبقى في الجنه فنفسه برضه يبقى عنده اولاد رغم ان هو في الجنه بس برضه نفسه، فيشتهي الولد يقول له يا رب انا نفسي ان ربنا يرزقني من زوجتي المؤمنه دي اللي في الجنه يرزقني منها بالولد، فيكون الحمل والولاده في ساعه واحده في الجنه في نفس اللحظه. نفسك في ولد شكله ايه؟ خد بالك انت في الدنيا مالكش دعوه بقى الموضوع، بقى انت ربنا رزقك مثلا بالذريه ولد ولا بنت دي مش بتاعتك، انما في الجنه بتطلب من ربنا بتقول يا رب انا عايزه ذكر فيجي ذكر، عايز يا رب انثى فتيجي انثى، طب عايز يا رب يكون يعني ولد وعينيه خضراء وشعر اصفر ومش عارف عامل ازاي. وطبعا انت عارف اهل الجنه في غايه الحسن والجمال كما جاء في بعض الاثار الضعيفه، وده للامانه العلميه، انه يحشر اهل الجنه على جمال سيدنا يوسف وحكمه سيدنا زكريا وقوه سيدنا موسى وصبر سيدنا ايوب وعلى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فطبعا كده كده هيبقى شكله طبعا جميل لانه من اهل الجنه، وطبعا هيكون طويل وجسمه طويل، انه يحشر اهل الجنة على طول سيدنا ادم 60 ذراعا في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانسان لو اشتهى اي متعة واي نعمة في الجنة في نفس اللحظة يا جماعة بتتم هذه المتعة وتتم هذه النعمة، بل هناك ما هو اعجب من ذلك. حضرتك ليك صديق في الجنة وموجود في الجنة وانت ملكك في الجنة على الاقل تمشي فيه 2000 سنة، ده اقل وادنى اقل واحد في الجنة. سبحان الله، نفسك تزور صديقك، معقول هتمشي في الجنة 2000 سنة؟ لا، بمجرد ما تشتهي ان انت تشوف صاحبك ده او صديقك ده بفضل الله في لحظتها تلاقي نفسك عنده في الجنة في نفس المكان. طيب انا لما بروح المكان دوت انا نفسي برضو الانهار بتاعتي تكون معايا والغلمان والحور كل ده ينتقل معاك زي ما انت عايز. طب انا نفسي ما اروحش
كده يعني ما لقيش نفسي مره واحده هناك، لان نفسي اركب طير في الجنه، نفسي اركب حاجه كده معينه في الجنه. سبحان الله، ده اذا كان في الدنيا، في الدنيا مش في الجنه بقى، في الدنيا قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب لما سيدنا سليمان اراد عرش بلقيس قال له ساتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني بس عينك تغمض كده هتلاقيه قدامك. ايه اللي حصل؟ امال ايه اللي هيحصل بقى في الجنه؟ لا حاجه فوق الخيال. تعالوا نكمل موضوعنا عن امنيات وذكريات اهل الجنه، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على الحبيب. تعالوا معنا، تعالوا معنا نتهنى، في يوم هنعيش في الجنه، نحقق كل امانينا لو قبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا قد ايه يا جماعة ان الانسان كل اللي يتمناه في الجنة محقق بفضل الله سبحانه وتعالى. تتمنى الولد تلاقي الولد، تتمنى كل ما تتخيله، كل امنية تتخيلها ان شاء الله مجابة في التو واللحظة في الجنة، لانها دار اكرام وليس دار تكليف بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز تنتقل من مكان لمكان، الطريق اللي انت عايزها، نفسك تعمل ايه؟ نفسك تركب خيل في الجنة؟ تحب الخيول؟ واحد من الصحابة اسمه عبد الرحمن بن سعادة كان بيحب الخيول قوي، فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت الجنة يا عبد الرحمن فإن الله عز وجل سيسر لك خيلا من ياقوتة حمراء تركب عليها حيث شئت. تروح تركب على الخيل ده يروح يوصلك في المكان اللي انت عايزه. راح اي واحد صحابي تاني وقال له يا رسول الله فهل في الجنة ابل؟ انا بقى مش غاوي خيول، انا غاوي ابل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وراح يعني ايه فتح له الباب اكتر من كده، فقال اذا دخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. لان ده هيقول انا عايز خيل فيقول لك خيل، وده يقول له عايز ابل فيقول ليك ابل، التالت يقول له انا عايز مثلا درجة بخارية ولا مش عارف ايه. فهو راح قال له فتح له الابواب كلها، قال له إذا دخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك. كل اللي انت بتتمناه في الجنة موجود. نفسك تعمل ايه في الجنة؟ نفسك تطير بأجنحة في الجنة، يكون لك أجنحة. وده أمر عجيب، ده إذا كان سيدنا جعفر بن أبي طالب كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الجنة يطير بجناحين مع جبريل وميكائيل، والحديث صحيح ورد في هذا المعنى، ورد فيها سبع أحاديث صحاح بفضل الله أوردتها في ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. تخيل حضرتك لما يكون لك جناحين في الجنة بتطير، طبعا هناك لا يمكن تقع ولا تتعور ولا حاجة، دار النعيم ليس فيها لا إيلام ولا أذى ولا تعب ولا مرض ولا إصابة ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا برد ولا حر ولا أي حاجة، كل المتعة اللي تتخيلها والتي لا تتخيلها. وأنا عمال بوصف لك على مدى الشهر كله بعض نعيم الجنة من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما خفي كان أعظم، لأن كل ده اندرك تحت قول المولى عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأعجب من ده كله إن أنت ممكن في الجنة تقعد تتمنى 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 لحد ما عقلك يقف، وبعد ما عقلك يقف المولى عز وجل يقول لك تمنى كذا، اطلب كذا، قول انا عايز كذا. شوف قد ايه، وبعد ما ربنا يذكرك وانت تقف وربنا يذكرك بامنيات، وتقف وربنا يذكرك تاني بامنيات لحد ما تقف خالص بقى، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لك ذلك ومثله معه، وفي روايه لك ذلك وعشره امثالي. الله اكبر، ومش عشره امثالي بس والدنيا تقف عند كده او الجنه تقف عند كده، لا، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. مش ربنا هيقول لادنى اهل الجنه، والحديث رواه مسلم، يقول لك مثل ملء، أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب. يقول لك ذلك ومثل ومثل لحد ما يقول في الخمسة ومثل، يقول رضيت يا رب ده كفاية كتير جدا. فيقول لك ذلك وعشرة أمثالي، يعني قد ملك 50 ملك مالك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله يقول له ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يعني المسألة مش واقفة عندي ان انت يبقى عندك قد الكرة الأرضية 12-13 مرة، لان الملك ممكن بيحكم ربع الكرة الأرضية، يعني قد الكرة الأرضية 12-13 مرة، لا الموضوع ما يقفش عند كده، لا ده كمان فوق ده كله اللي تشتهي نفسك هتلاقيه موجود قدامك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكريات أهل الجنة، اتكلمنا عن أمنيات أهل الجنة، كل اللي تتمناه موجود، لأن النبي قال له إذا دخلت الجنة فلك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يبقى إذن
الحرمان اللي اتحرمناه في الدنيا والأمنيات اللي ضاعت أدراج الرياح والحسرة اللي وصلت لقلوب ناس كتيرة جدا اللي قال لك أنا عشت حياتي كلها عمري ما تمنيت أمنية وتحققت. شفت بقى المشكلة تتحل فين؟ مشاكلك مش هتتحل في الدنيا بس، هتتحل في الجنة. كل المشاكل، فقر يتحل، مرض يتحل، موت يتحل، كل حاجة تتحل. الخلود والنعيم والبقاء والسعادة والسرور والحبور كله في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب تعالى نتكلم عن ذكريات أهل الجنة. يوم القيامة في الجنة وإحنا قاعدين على الأرائك كده وعاملين بنكلم بعض، هنقعد نفتكر كل ذكرياتنا في الدنيا. يعني على سبيل المثال هنفتكر يوم ما قعدنا نكلمكم في برنامج يوم في الجنة، هنفتكر وإحنا قاعدين بنكلمكم طول السنة في برنامج ليلة في بيت النبي. يقول لك فاكر في الحلقة الفلانية لما قلت لك في ليلة في بيت النبي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم عن كذا، فاكر في اليوم دوت؟ طب إيه اللي حصل لك؟ قول لي إياها. ده ربنا أكرمني في الحلقة دي بالذات، عملت كذا، وفي الحلقة دي رحت قبلت إيدين أمي وبرتها، وفي الحلقة دي رحت صالحت عمي، وفي الحلقة دي رحت لبست بنتي الحجاب وزوجتي الحجاب، وفي الحلقة دي بدأت أصلي عمري ما كنت بصلي. والذكريات دي تستمر معانا في الجنة، يقعدوا مع بعض أهل الجنة على الأرائك متقابلين قدام بعض سبحان الله، إخوانا على سرر متقابلين. يقول جل وعلا حاكيا عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول أنس بن مالك: إذا اشتهى الرجل أن يرى أخاه طار سرير هذا وسرير هذا والتقيا في الجنة. أنا عايز أقابل حضرتك في الجنة، السرير بتاعي يطير، خبر حضرتك سرير نفاس بقى، سرير شراعي، هليكوبتر، أي حاجة، المهم إن السرير هيطير. سرعته كام؟ مالكش دعوة بالموضوع ده، لأن ممكن السرير يقطع 2000 سنة في لحظة واحدة. ما أنا بقول لك لك ما اشتهت نفسك. ونتقابل فقاعدين مع بعض بيتكلموا، فواحد بيقول للتاني: أتدري متى غفر الله لنا؟ قال: أجل، حينما جلسنا في المكان الفلاني في يوم كذا وسألنا الله عز وجل أن يغفر لنا فغفر لنا وأدخلنا الجنة. فيقول: أجل، هو ذاك. خد بالك، أقعد أقول لك: فاكر يا فلان إمتى ربنا سامحنا وإمتى ربنا رضي عنا وإمتى ربنا غفر لنا؟ آه فاكر في اليوم الفلاني إحنا فعلا كنا متأثرين جدا وبكينا وانكسرنا كده وزلنا نفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، قلنا له: يا رب مناش غيرك، يا رب اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة. اكيد ربنا قبلنا في اليوم دوت. ذكريات جميلة قوي. هتفتكر يوم ما تبت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى، وتفتكر يوم ما النبي قال لكعب بن مالك لما نزلت توبة الله عز وجل عليه حينما تخلف عن غزوة تبوك، هتفتكر يوم ما النبي قال له: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أفضل يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك يوم ربنا يتوب عليك، ويوم ما تكون ما بتصليش وتبتدي تصلي، ويوم ما تكون مش محجبة وتلبس حجابك، ويوم ما تكون بتعق أمك وأبوك وتروح تبوس إيديهم وتسترضيهم وتطلب منهم إنهم يرضوا عنك، ويوم ما تكون بتاكل حرام وتتوب من الحرام وتاكل حلال، ويوم ما تكون بعيد عن ربنا وتقرب من ربنا، ده خير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. هتفتكر حضرتك يوم ما ربنا أكرمك ولأول مرة في حياتك تحط الطرحة على راسك وتلبس الحجاب، وحسيتي ان انت ماشيه على الارض ملكة، ملكة حاسة ان انت ملكة متوجة بفضل الله سبحانه وتعالى لانك قطعت ربنا وقطعت نبينا صلى الله عليه وسلم. هتفتكر حضرتك اول واحد ربنا هدى على ايديك وكان في ميزان حسناتك والدال على الخير كفاعلي. هتفتكر حضرتك يوم ما رحت قبلت ايدين امك وابوك لاول مرة وحسيت بطعم وحلاوة الايمان، وحسيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وإن كان اللفظ ضعيف لكن في لفظ تاني لما النبي قال لواحد من الصحابة: إلزم رجليها فثم الجنة، فالمعنى واحد سبحان الله. هتفتكر حضرتك يوم ربنا أكرمك وتركت الشغلان الحرام ورحت كلت لقمة حلال ولو كانت قليلة، فلقيت البركة والخير وربنا بارك لك في زوجتك وأهلك وبيتك، وربنا أكرمك ووسع عليك بعد ذلك بفضل الله، وده كان سبب دخولك الجنة. كل دي ذكريات هتفتكرها وانت في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هنجتمع مع أنبياء الله ورسل الله، نقعد مع سيدنا نوح ونقول له: يا سيدنا نوح احكي لنا
ازاي قضيت وتحملت 950 سنة دعوة؟ دعيت الناس دي ازاي؟ هتفتكر سيدنا موسى يوم ما كان بيهرب من فرعون هو وجنوده ووصل البحر وقال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. احكي لنا يا سيدنا موسى ازاي ان البحر انشق نصفين لك يا سيدنا موسى. وبعدين ده انت ممكن في الوقت ده تطلب من ربنا امنية، يقول له يا ربي انا امنيتي يا رب وانا في الجنة تخليني اتفرج كده قدامي على شاشة، نفسي اتفرج على غزوة بدر، على غزوة احد، على غزوة الخندق، نفسي يا رب اتفرج على فتح مكة، نفسي اشوف سيدنا نوح وهو بيقابل قومه، نفسي اشوف سيدنا ابراهيم وهو كان بيناظر النمرود ابن كنعان، نفسي يا رب اشوف سيدنا موسى هو البحر انشق له، امنيات وذكريات وحاجات جميله، كل دوت بفضل الله هتشوفه في الجنة. عشان كده بقول لك لو أمنية من أمنياتك في الدنيا ما تحققتش ما تزعلش، أمنياتك كلها هتتحقق في الجنة يوم ما تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقضي معاه أجمل يوم في الجنة. علشان كده كان برنامجنا ده حافز لكل إنسان إنه ما يزعلش على الدنيا وإنه يكون هدفه الأوحد هو جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.